واش حمقين ولا لا؟ ولكن الحمد لله واكلين شاربين عايشين. الله يخلينا بلادنا والله يخلينا ملكنا. وعاش الملك. كضرب مو كضرب مو كيتقلب الموجه كدي بعاه الشورت وكاين ود مقلوب وكيمشي عند المراه وسخنتو نجيو ومرته تبارك عليها ارجع ارجع والبحر تفرج ارجع. التوت البنان التفاح كيجي عندها ولدها كتقول لها كيقول لها بغيت تفاحه كتقول لها انت تشاها وسير المدرس يلا تشاها وسير المدرس. الشعب الوحيد في العالم اللي كيكون جالس حدا صاحبه كياكل لوز بلا ما يعقبه. شوف كيهزكم مشا ديال اللوز كيدير لا تقول عندهم مولينيكس هنا اقول يا اختك جات من طاليان كيعاود لكم مشا الاخرى قال لي ابوك غيترجع الان. شكرا للناس ديال شوف تي في. هاد الحفل رائع راكم كتشوفوا كاين بزاف ديال الفنانه كاين صفاء وهناء حاتم ايدار مشاهب تقادا كاين اعوذ بالله من قلت انا فحفل زوين. وتنشكر مقاطعه الحي حسني وتنشكر الناس اللي وقفوا في هذا الحفل هذا وكنوجه تحيه لسيدنا محمد السادس الله ينصرو والله يطول في عمره باش يبقى هذا البلد ان شاء الله تزدهر وبلادنا تبارك الله غاده في التقدم. وكنتمنى بان المغاربه كلهم يكونوا جنود مجندين وراء جلاله الملك محمد السادس باش نجيدوا بهذه البلاد القدام وباش يغيروا منا مازال الحساد. اما بالنسبه للجديد ديالي فعندي عرض ديالي اشطرا غيكون في امريكا ان شاء الله فيكون واشنطن فيرجينيا اورلاندو نيويورك ميامي فتتمنى ان المغاربه كلهم يجيو. من الضل البيضاء اوريو هاد العلم الرائده في لي بسكوي دخلت الموسوعه غينيس. اجيو نشوفو كيفاش وعلاش. غادي نحطمو الرقم قياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا اوريو دقه وحده واجدين. أيها سيدي أوريو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيم هذا الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص كلهم جاو يذوقوا المنتوج ديالنا اللي المغاربة كاملين كيحماقوا عليه واللي تم إنتاجه في المغرب أخير مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. أوريو عزيز على المغاربة كاملين هني بعدا أنا كنعترف بها. أوريو هذا البسكوي البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكة وغير بزوج درهم إوا دابا كلشي يقدر ياكل أوريو.